أهلا وسهلا بكم طلابي طلاب الصف التاسع في الأسبوع الرابع من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تتعرف على الأديب أحمد حسن الزعبي، تميز بين همزتي الوصل والقطع موطن كل منهما. عليك أن تقرأ النص قراءة سليمة وواضحة. أحمد حسن الزعبي هو كاتب أردني اشتهر بكتابة المقالات الساخرة، ولد في مدينة الرمثة وحصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الجرش لينطلق في حياته العملية والعمل في الخليج العربي بعد بضع سنوات، ثم ليعود ويبدأ الكتابة في صحيفة الرأي الأردنية، وقد حاز على العديد من الجوائز منها جائزة رابطة الكتاب الأردنيين القصة القصيرة. أبرز خصائص كتابات أحمد حسن الزعبي: أبدع في تصوير أوجاع ومعاناة المواطن العربي وتسليط الضوء عليها. استخدم في كتاباته اقتباسات من التراث الشعبي والحكم والأمثال. اهتم بالإشارة إلى القيم والتقاليد في معظم مقالاته. حرص على تنوع المحتوى في كتاباته، شمل الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، إلا أنه كتب معظمها في الشأن السياسي بما نسبته 50%. استند في عرض أفكاره إلى ابتكار شخصيات شعبية ككرمة العلي وأبو يحيى. مؤلفات أحمد حسن الزعبي: كتاب الممعوت تضمن مجموعة مقالات ساخرة بكلمات عامية كعلبة توفي ومنتقدا خلالها الواقع العربي هذا. كتاب أوجاع وطن، كتاب سواليف، وهي مجموعة قصص ساخرة كتب فيها مقدمة الكتاب أنه يهدف إلى التنقية لأمزجة. كتاب نزف منفرد. أما أبرز البرامج التلفزيونية لأحمد حسن الزعبي من سف بلدي، وهو برنامج أيضا سياسي ساخر كوميدي يقدمه الكاتب أحمد حسن الزعبي بنفسه. الآن فهمتكم، وهو نص مسرحي من تأليفه. برنامج شفت عينك مسلسل كرتوني بطولة موسى حجازي. يرى الزعبي الكتابة الساخرة ثقة بالنفس، كما أنها ذات طعم مر كدواء الأطفال، إلا أن نتيجتها جيدة، خصوصا عند التنويع بالفكرة والأسلوب والاهتمام باللغة. أما أبرز إنجازات الزعبي فهو صاحب موقع سواليف الأخباري. أيضا يطلق أحمد حسن الزعبي جائزة سواليف كل سنة لتشجيع الشباب في حقول كتابة القصة القصيرة وكتابة المقال السافر بشروط مسهلة يقدم في نهايتها جوائز نقدية. أيضا هناك مهارة القراءة، وهي قدرات ترتبط بقدرة الشخص على قراءة النصوص المكتوبة وفهمها وتفسيرها، ومهارات القراءة مهمة جدا لاستيعاب النصوص المكتوبة والرد عليها، مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة ومهمة التواصل الكتابي الفعال. وأي خلل في قدرات القراءة قد يؤثر مباشرة على التواصل أو سوء فهم أي موضوع. أهم المهارات اللازمة للقراءة عزيز الطالب: فهم النصوص خطوة حيوية للقراءة، وهي خطوة سابقة لها، مثلا الأطفال يمكنهم نطق الكلمات التي سمعوها سابقا لكنهم لم يروها مكتوبة، والقدرة على فهمها خطوة أساسية لقراءتها، ويعتمد الفهم على مهارة لغوية مبكرة تدعى الوعي الصوتي أو الإدراك الصوتي. أيضا يعتمد الفهم أيضا على ربط الأصوات الفردية بالحروف واستيعاب الصلة بينها، ومهارة الإدراك الصوتي مكتسبة طبيعيا، ومن يعاني صعوبة فيها يكون مؤشرا مبكرا على صعوبة القراءة لاحقا لديه، أو مشكلة تحديد المقاطع أو تمييز الأصوات. وأفضل طريقة لاكتساب هذه المهارات تعريض الطفل للقراءة منذ الصغر. الطلاقة تعني التعرف على الكلمات فور النظر إليها، بما في ذلك الكلمات التي يصعب نطقها، والطلاقة تسرع معدل قراءة النطق فهمها. أيضا الطلاقة تعني القراءة بسلاسة بوتيرة جيدة وجمع الكلمات معا لتحديد المعنى، واستخدام القارئ للنغمة المناسبة في صوته عند القراءة بصوت عالي. فهم المعاني: على القارئ فهم معظم الكلمات في النص وامتلاك مفردات قوية عنصر أساسي لفهم النصوص، ويمكن تعلم المفردات من خلال حفظها أو من خلال التجارب اليومية أو من قراءة نصوص أخرى، وكل كلمات تعرض الشخص المفردات متنوعة أكثر ازدادت حصيلته اللغوية. بناء الجمل:
تماسك المعاني مهارة أساسية في مهارات القراءة قبل أن تكون مهارة كتابية، لأن من غير فهم الجمل المترابطة لن يتمكن القارئ من فهم المعنى بشكل. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم.